اسألوا قلبي فقلبي ذاب في. لماذا نتكلم عن القلب؟ الله عز وجل لا ينظر إلى وجهك ولا ينظر إلى جسدك ولا ينظر إلى مالك، كل هذا لا شيء. إذا مات القلب حقيقة حقيقة ماتت الروح. بما في القلب يصل العبد إلى أعلى عليين أو ينزل إلى أسفل سافلين. لما ربنا خلق الإنسان ده خلقه من مادتين، من مادة أرضية ومادة علوية اللي هي الروح. محل نظر الرب تبارك وتعالى هو هذه المضغة، هذا القلب. فرق كبير بين هذه الصورة وهذه الصورة. لما يجعل الإله المعبود الله فقط، حينئذ سليم القلب من كل شيء. رمضان أقبل إن قلبي متعب، فصيام شارك للقلوب محبب والناس